الخير، اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا باللي عم بيحضرونا عبر السوشيال ميديا فيسبوك ويوتيوب. كثير مبسوط اكون معكم اليوم، كثير مبسوط انه اعبد الرب في هذا الوقت اللي احنا بنخصصه حتى نعطي الرب المجد والاكرام. لكن في هذا الوقت خلينا نيجي في قلوب خاضعه، قلوب منكسره، قلوب متواضعه قدام الرب حتى نعلن عن توبتنا. نطلب منه ان الرب ينقينا في دمه في هذا الوقت. نيجي عند الرب نقول له يا رب، رغم العناد يا رب، ورغم الراس اليابس يا رب اللي مرات بيكون عندنا يا رب، لكن في هذا الوقت نيجي يا رب عندك يا رب يسوع، نقول لك يا رب سامحنا على كل خطية يا رب، كل فكر، كل حركة يا رب، كل كلمة، كل نظرة، كل فحج يا رب، كل شغلة اللي يا رب عبرت عن عصيان لكلمتك ولوصاياك. يا رب نتوب قدامك، يا رب نيجي نقول لك تعال بيناتنا يا رب، نقينا، اجلينا يا رب، غسلنا. يا رب نجم متواضع يا رب حتى تبرئنا، تبرئ أرضنا يا رب، تبرئ بيوتنا يا رب، حتى تسيج وتحمينا يا رب. يا رب في هذا الوقت منيجي يا رب ننكسر قدامك، نقول لك يا رب ساعدنا، ساعدنا يا رب، ثبت يا رب كلمتك في قلوبنا، في عقولنا يا رب، ثبت وصاياك يا رب فينا، أنطينا يا رب نحافظ يا رب على عهدنا معك في كل أمان يا رب. يا رب بنفتح قلوبنا قدامك في هذا الوقت حتى الروح القدس يا رب يملك، حتى يا رب يبكت على كل شيء يا رب أحزننا في روحك في هذا الوقت يا رب. نيجي يا رب نقول لك احنا جايين نعبدك، نعطيك المجد، نبارك اسمك، نعطيك الإكرام، مع انه احنا يا رب مش بهالمستوى حتى نعطيك، لكن يا رب من أجل النعمة اللي بتسمح لإلنا نيجي قدامك في قدس الأقداس، بنوقف قدام جلالك وبنعلن إنه جايين نتواضع قدامك. صالح وياه وعهودنا
الوقت نطلب منك يا رب انك تثبت حقك في حياتنا يا رب، في كل واحد موجود هون او كل شخص عم بتابعنا يا رب او عم بيحضرنا بالإعادة يا رب يسوع. نيجي منقول لك ندنو يا رب اليك، نرتاح لانك بتلقانا بالافراح يا رب. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره رواني. خلينا نوقف مع بعض نسبح الرب. ترنيمة من زمان ما رنمناهاش، بس اليوم ننسلطن عليها. خلينا في ربجة الترنيم هدول نسبح اسم الرب ونعلن إنه هو دائما معنا وإنه هو دائما مريحنا. شفاني ورواني
ربي جوئي يا ربي إليك، إليك وليس سواك، أكون ملكا ليك ما متغي رضا. جوئي يا ربي إليك، إليك وليس سواك، السماوات وإلى الغمام حق
بصوت واحد كل شعوب الأرض بتهتف، كل شعوب الأرض بتهتف، بتسبح لك وتمني لك وتفد بالخشوع. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع وتسبح لك وتفد بالخشوع. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العارف وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العارف وسطينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالف وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالف وسطيها. عايشين لمسين وبكل يقين، أعلن روحك فينا، بيسر بإيدينا وبك يا معين، مجدي من حوالينا. عايشين لمسين وبكل يقين، أعلن روحك فينا، بيسر بإيدينا وبك يا معين، مجدي من حوالينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالف وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالف وسطيها. ماشيين وياك، ماشيين وياك رافعين رايات، ووعود غالية ثمينة، بالدم الغالي نشوف آيات، دي صليبك يحمينا. ماشيين وياك رافعين رايات، ووعود غالية ثمينة، بالدم الغالي نشوف آيات، دي صليبك يحمينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالف وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالف وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالف وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالف وسطيها. نعم يا رب. أسيس خالد ترفعنا بكلمة صلاة. إله كل نعمة، إله كل بركة، نعمة سلطانك، نعمة ربوبيتك، نعمة سيادتك على هذا الاجتماع، على الأجواء في هذا المساء، نعمة يا رب حضورك، ونعمة مسحة روحك يا رب يسوع، وغطاء الدم على هذا المكان يا رب، سور النار حول هذا المكان، أملك يا رب على شعبك، وأعطينا يا رب نحتفل يا رب يسوع بوجودك في وسطنا، نرفع يا رب يسوع صلوات الشكر والحمد وتسبيحات الامتنان والشكر لمجدك ولاسمك العظيم، ونيجي يا رب يسوع نعلن انك انت ربنا، انت الهنا، انت رئيس خلاصنا، انت سيدنا، انت الملك والمالك علينا يا رب يسوع. بنصلي من اجل سموات مفتوحه فوق شعبك في هذا المساء، ملائكه تصعد وتنزل على هذا المكان، نعلن سلطانك يا رب، حضورك يا رب يسوع يملك ويسود على يا رب يسوع هذا الخدمه، على شعبك من حضر ومن سيحضر. ونعلن يا رب انك تمسح وتبارك وتأيد يا رب يسوع بقوه الروح، تعمل في وسطينا بقوه الروح، تلبس وتحرر وتشفي وتشدد وتقوي وتخلص لمجد اسمك القدوس. تمجد في وسطنا، لاسمك نعطي كل اكرام وحمد الشكر، في اسم يسوع نصلي امين. في الوقت الجاي خلينا ناخذ راحتنا في العباده، اللي بحب يوقف، اللي بحب يركع، اللي بحب يضل قاعد، مهم انه نخلي تركيزنا على الرب. الترنيمة الجاي بتقول يا رب اله الجنود من مثلك قوي. بهاي الترنيمة احنا بنعلن انه لك السماوات والارض. مش مهم قديش في شر حوالينا، مش مهم قديش في اشياء اللي هي مش عجبيتنا، نتذكر انه مش بس السماوات له، كمان بيقول الكتاب الارض هي موطئ قدميه المسكونة، كانت كفر ياسيف، أبو سنان، جديد المكر، عكا، حيفا، مش مهم من وين ما أجيت تيجي،
أنت أسستهما، لك ذراع القدرة مرتفعة يمينك. خلينا بهذا الوقت نعبد الرب، نعلن قديش هو عظيم، قديش هو مجيد، قديش هو قوي. ما تخليش الأشياء اللي مخربطة بحياتك أو بحياتك يحدوك إنك أنت تعبد الرب. بالوقت الموسيقى عم تعزف، أنا كنتش مخطط أحكيها للشغل بس بدي أحكيها، فيها كمان حدا سمعها على قصة إنه واحد يقدر يعبد في حرية رغم الظروف. أنا واحد من الأشخاص اللي كنت أتساءل أسأل الرب أقول له يعني شو المنطق أو كيف ممكن أقدر أنا أحس في حضورك مع الضجة؟ نحكي على ضجة بشرية ولا ضجة حياتية ولا الضجة الموجودة؟ يعني ضجة الحارة، ضجة الأولاد، الحرب، سرعة الكلمة، الهبل اللي بيقوم بالعالم، الأخبار، الزفت اللي بدكم إياه، وبالسفاش اللي مرق بنهاية الأسبوع. كنت بالقدس، كان في مؤتمر لأولاد صغار، أنا صح كبير بس حبيت أروح، أخذت بنتي وروحت وقررت إنه هيك أخدم وأساعدهن، وكما بقولوها أدب دبتك العافية كما أجت تيجي. المهم بدون ما أطول عليكم، بلشت فترة التسبيح عندهن، كانت ماريا قائدة، وفترة يوم الجمعة الفترة الثانية كيلو اللي هي الأساسية، وعم برنموا هيك، وأنا بطلع بقول للرب يعني عن جد الأولاد شو ضجة أولاد وصريخ، عم تحكوا من 7 سنين ل 13، يمكن ما كانش في حد ولا حدا 13، كله 12 يعني سادس، وجلاءة اللي بطلع عليه اللي عم بعبد، اللي معجوق على الموسيقى عم بنطنط اللي هو كشور يعني، وما بحس ولا أنيني بتطير. طلع بقول للرب هيك صارت، شو كيف يعني أنا بدي أقدر أحس في حضورك؟ ما بحس. واحدة من المسؤولات أجت هيك عم بتصلي ورفع إيديها وعم تحكي بألسن، بعدين راحت وشهدوا بعدين هشهدوا، بعدين رجعت ترفع إيديها، بطلع بقول شوي كبسي شغالي يعني، أنا إذا بقول لواحد روح هش إهدى بدي أرجع بدي شي نص ساعة قبل ما أهدى وهقدر أرجع أفوت على الجو يعني. فبسأل الرب أقول له يعني في إشي على الشكل بهاي السرعة بهاي الضجة؟ وخفال إنه ابن أخوي غسان كان واقف حد واقف بعيد عني وشافني بعدت عن الضجة هيك، وقفت ورا حد واحد بزقف مش على الإيقاع شيلي، بزقف مش السرعة لوك شورا للسرعة شيلي، وصوته بقلع قليع، وأنا يا زلمة وين بدي أروح؟ ما بحس ولا أكلت أنيني براسي. والأولاد الصغار بطلع على الرب بقول له إسا عن جد عم بسألك كيف يعني إذا في إشي عن هالشكل عرفني عليه خدني يعني، أنا لازم أكون في زون معين. غلطت وزالت الطلب، ما بحس ولا كل شعر بعدين بوقف وروح الرب خبال على زمان اللي عم بيزقف حدي أجع باله يفتح عالم من الإعلام هدول اللي بيعملوه، ولا هو شمطني براسي فيه. فمن الطبيعي إنه أنا إيش أعمل؟ أتنتك أقفل شيلي، خبطت براسي طلعت عليه ورجعت حضور الرب بعده، فبقول ولاو قديش إحنا مفسفسين، قديش أنا فسفاستي، قديش خسرت في حياتي إنه أنا دايما لازم أكون في هدوء معين، في موسيقى معينة، في أفيرا معينة، في جو معين عشان أنا أقدر أتواصل مع الرب. بس بحب أقولكم حتى مع ضجة الولولات وأنيني براسي وعلم براسي قدرت أتمتع بكل دقيقة بمحضر الرب، ضليت للساعة 11 بالليل أعود بحكيكم من الساعة أي 7 بلش الاجتماع، من 7 لل 11 وطلعت ووديت ابن أخوي على التخت ورجعت، بس فتت على القاعة عرفت دغري أتواصل مع حضور الرب. فياريت إحنا نتعرف على هذا الشيء. أنا انعجقت إنه مش محتاج الفحشتين أصبع، بس أكرر بتكونيني. يلا معنا نص يعني نتعبى. فعن جد خذوا راحتكم،
أنا عارف إنه كل واحد عنده هم، وأولكم محسوبكم أولكم، من هم من شغل لدفع لخبايس لمليون ألف مشروع لخدمة لأشياء مش عجبتني لأشياء عجبتني، بس بالآخر هو الأول هو الآخر، هو الألف هو الياء، بالآخر عايش عشانه، بالآخر عايشين عشانه. فخلينا بهذا الوقت نعرف إن مجده، بعرفش كيف، بس أنا سألت الرب سؤال، قلت له في منه عرفني عليه، في منه هذا الإشي. اكتشفت هاي بساطة، جزء من أنواع أو نوع من أنواع البساطة، إنه أنا أجي عند الرب كيف ما أنا، هقول له اسمع مقبعة بس أنا جاي عندك، تعال وتلاقى معي. خلينا بالترنيم نقول له يا رب إله الجنود من مثلك قوي، نوقف نعلن إنه هو عدل، نوقف قصدي مش إنه نوقف عجينا يوقف يوقف، بس إنه نوقف بكلماتنا نقول إنك أنت عادل، أنت قاعد على كرسي الحق، مش بس السماء كمان الأرض، مش بس الملائكة كمان البني أدمين، كمان البلد، كمان الحارة، كمان شغلي، كمان بيتي، كمان سيارتي، كله 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 لإله. يا رب إله الجنود من مثلك قوي، من مثلك رب وحقك من حولك. يا رب إله الجنود من مثلك قوي، من مثلك رب وحقك من حولك. لك السماوات لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما. لك السماوات لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما. يدك مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدم. لك ذراع القدرة، لك ذراع القدرة قوية يدك، مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك. لك ذراع القدرة قوية يدك، مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك. قل له أنت صالح، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل.
صالح. مهما كانت الظروف يا رب، مهما كانت الأوضاع يا رب، مهما كانت الأخبار يا رب، مهما كان يا رب الصورة اللي قدامنا يا رب، لكن أنت صالح يا رب. مش مهم شو النتيجة، عجبتنا ولا ما عجبتناش يا رب، أنت صالح وإلى الأبد رحمتك يا رب. بنسألك يا رب في هذا الوقت حتى يا رب تفرجينا صلاحك يا رب. مد إيدك، أنطينا عينين روحية حتى نشوف الصلاح يا رب، رغم الغيوم يا رب، رغم الضباب، رغم السواد يا رب، رغم عدم الفهم، لكن يا رب انت صالح والى الابد رحمتك. هاليلويا لاسمك. خلينا في الترنيم الجاي قبل ما نبلشها نركز يا كمان مره على محضر الرب، نقوله مجدا مجدا ليسوع رب المجد، نعلي اسمه بهتاف وحمد. نعم يا رب، أيضا يوم نيجي قدامك يا رب نرفع يا رب تقدماتنا وعطيانا لإلك يا رب، تبارك عليها حتى يمتد ملكوتك يا رب، حتى يا رب إيدك توصل يا رب لكل محتاج، حتى تستخدم يا رب هذه الكنيسة وأعضاء يا رب وخدامه يا رب، إنه يكون الصوت صارخ في البرية يعد طريقك. Yeah.
لأنك بالبر تملك بالعدل تحكم وحبك في كل الأرض وننشد أنت قدير مرتفع أنت قدوس نرنم أنك مجيد نخبر أن اسمك عظيم لأنك بالبر تملك بالعدل تحكم وحبك في كل الأرض وننشد
وننشد وننشد وشعبك يعلن مستحيل مستحيل ملائكة ملائكة تعلن مستحيل مستحيل وشعبك وعزا للجالس على العرش أعطوا مجدا وعزا للجالس على العرش نعطيك كل المجد أعطوا مجدا وعزا للجالس على العرش نعطيك كل المجد أعطوا مجدا وعزا للجالس على العرش 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 ملائكة للرب أعطوا مجدا وعزا للجالس على العرش أعطوا مجدا وعزا أعطوا مجدا وعزا للجالس على العرش مجدا وعزا مجدا وعزا مجدا وعزا للجالس على العرش أعطوا مجدا وعزا للجالس على العرش مجداً وعزاً للجالس على العرش مجداً وعزاً أعطوا مجداً وعزاً للجالس على العرش
قالوا مستحيل، قالوا مستحيل، قالوا مستحيل، مستحيل. ملائكة جايين أمامك نقول لك يا رب مستحق وحدك كل السجود والإكرام. هاليلويا لإسمك، لأنك مجيد. أعطيتنا هذا الشرف نسبح مع الملائكة. مستحق هو الخروف المذبوح، مستحق هو الجالس على العرش وأذياله تملأ الهيكل. ما أحلى حضورك رب، هاليلويا لإسمك يا رب. فيش الواحد يحكي في حضورك غير يا رب يتطلع جمالك. في هذا الوقت مع الملائكة أنت مستحق كل السجود والإكرام. حضورك يا رب يملأ المكان. هاليلويا لإسمك. مين أحب رب حاضر في هذا المكان، حضوره يملأ المكان. خلينا نرنم كمان ترنيم نقوله ما أحلى حضورك ربي. اللي مش حاسس بحضور رب قوله رب تعال اعلن حضورك في حياتي الآن بلمسات روحك. في أمواج روحية، في نقلات روحية، في ملء روحي، في فيض روحي الله بطلقه في هذه اللحظات. فما تضيع الفرصة من فضلك، تجاوب مع حضور الرب، تجاوب مع مسحة الرب. قوله تعال يا رب املأني من فيض روحك. فيض، في فيض بالروح الرب عم بسكبه في هذا المساء على كل شخص فاتح المجال، فاتح الباب. قول يا رب تعال أنا فيض علي بفيض من روحك في هذا المساء. نملكك يا روح الله على هذا المكان لتملك بروحك، لتسود بحضورك، ليعلن حضورك في الوسط وتغمر هذه النفوس بغمر من الروح القدس. أدخلنا لنهر السباحة لا يعبر، فيض بملء بالروح القدس فيها. تغمر يا رب شعبك في هذا المكان، وأيضا يا رب تأتي بغمرك على كل من يتابعنا في اسم الرب يسوع. نعلن حضورك في وسطنا في هذا المساء. خلينا نوقف مع بعض مرة تانية ونعلن حضوره. ارفع ايديك وقول يا رب تعال بحضورك، تعال بحضورك، اغمرني 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 بمحبتك، لأن محبة الآب قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، بالروح القدس المعطى لنا. مل من الروح، فيض من الروح. اسمح لروح الله يغمرك، يملأك، يفيض فيك بروحه، يسكب من محبة الآب ومن محبة الابن. تمتلئ حياتك بهذه المحبة، وتمتلئ حياتك من الغمر الإلهي بالروح القدس الساكن فينا والماكث معنا والحاضر في وسطينا في هذا المساء. له المجد. ما أحلى حضورك. ما أحلى حضورك يا ربي، ما أبهى جمالك يا يسوع، ما
ما أحلى حضورك يا ربي، ما أبهى جمالك يا يسوع، أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك، أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك، أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق، أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق. واحدة سألت منك أن أسكن بهيكل قدسك، واحدة سألت منك أن أسكن بهيكل قدسك. مريض أنا بحبك، واحدة سألت منك أن أسكن في بيت الرب، أن أسكن في هيكل قدسك. واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. مريض أنا بحبك، املأني الآن بفيض روحك. مريض أنا بحبك، املأني الآن بفيض روحك. هللويا هللويا، نسجد لك. خلينا نعبد الرب كل تنين تلاتة، بدنا نصلي في هذه اللحظات. قول يا رب تعال بروحك، تعال بروحك، فيض يا رب على حياتي، فيض على أخوي على أختي، امسك إيدي لجنبك، نتحد مع بعض نعبد الرب. فقط عظم الرب، فقط مجد الرب، اكرم الرب، ما علي اسمه، ولنعلي اسمه معا، نعلن حضوره، نعلن ربوبيته، نعلن سلطانه، نعلن سيادته، نعلن حضوره. نأخذ دقيقة فيها نعبد الرب. علي صوتك، اعبد الرب، اعبد الرب، عبادة الجميع.
اجتماع، كنيسة تعبد، كنيسة تصلي، كنيسة ترفع وتعظم رأسها رئيسها ربنا يسوع له المجد. هللويا 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 هللويا. دعونا نتحد مع بعض، نتحد مع بعض في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. عظم الرب، عظم الرب معي، عظم الرب، عظم الرب، عظم الرب، عظم الرب، بارك الرب، اعبد الرب، اعبد الرب في اسم يسوع. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا رب. نعبدك، نعبدك بالروح، نعبدك بالحق، نعبدك بالروح، نعبدك بالحق، نمجدك. هاللويا هاللويا هاللويا. مستحق، مستحق، مستحق أنت أيها الرب، مستحق. أهلا وسهلا فيك يا يسوع، أهلا وسهلا فيك يا روح الله. هللويا، مرحب فيك في المكان. انت المال المكان، انت اللي سايد على هذا المكان، انت اللي مهيمن بالاجواء باسم الرب يسوع. اختراقات روحيه، هللويا. ملء فيض بالروح، اسكب من روحك، املا يا رب، املا. نعظمك نعظمك نعظمك. هللويا هللويا هللويا. نباركك يا يسوع، نباركك يا يسوع، نباركك ونشكرك من كل قلوبنا، نباركك ونعظمك من كل قلوبنا. أنت وحدك المستحق كل مجد، أنت وحدك المستحق كل كرامة. هللويا، أنت وحدك المستحق كل عبادة كل سجود. شكرا لك، شكرا لك. أشكر رب معي، أشكر رب معي، أشكر رب معي. آمن أنه في شيء جديد الرب صنعه في حياتك، في شيء، في لمسة، في مل، في فيض، في غمر، في تعاملات إلهية بيصنعها في نفسك، في فكرك، في إرادتك، في مشاعرك، في أفكارك، في إنسانك الداخلي. بقول إن كان إنسان للخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. كيف يتجدد؟ من خلال مكوثك في حضور الرب، من خلال تفاعلك، تجاوبك، انفتاحك لعمل الروح القدس. الآن يعمل فيك عمليات روحية، يعمل فيك بقوة روحه. بينما نعبد، بينما نعبد، بينما نعطي نعطى، وبينما نقدم عبادتنا والسجودنا، مش راح تخرج من محضر الرب فاضي، لكن تخرج ملآن بفيض، ملآن بروح، ملآن بسلامك، بسلامه، ملآن بفرحه، ملآن بحرية، ملآن يا رب يسوع بنعمة غنية يفيض، نعمة فوق نعمة. اسكب من هذه النعمة في هذه الليلة. تعال يا رب لمسات روحك. صلي لأجل كل احتياج وسط شعبك في هذا المساء. اعلن احتياجك الآن قدام الرب. قول يا رب يسوع عيلتي، أولادي يا رب يسوع، مرض معين، ظرف معين، احتياج معين، تحدي معين، اطلق قدام الرب. قول يا رب تعال تعامل مع هذا الظرف في هذا المساء. أنت قادر أن تستجيب، أنت قادر أن تحرر، أنت قادر أن تشفي، أنت قادر أن تسدد كل احتياج، كل إعواز، أنت قادر أن تصنع فوق ما نطلب أو نفتكر. لأنك يا رب يسوع، أنت يا رب يهوى فرسيم، إله الاختراقات، تيجي باختراقات روحية يا رب يسوع، تقاطع كل يا رب يسوع روتين إحنا عايشين، تقاطع كل يا رب ظروف صعبة، وتأتي بحل من حيث لا ندري. لأنك أنت اللي بتفتح، يا من لك مفاتيح داود، تفتح ولا أحد يغلق، وتغلق ولا أحد يفتح. تعال يا رب اصنع يا رب آيات ومعجزات، عظم عملك مع شعبك يا رب. ارفع كل طلبة، كل احتياج وسط شعبك، روحي، نفسي، جسدي، مادي. يا رب تعال في هذه المساء، ويا رب استجيب، ويا رب يسوع تعامل بالروح القدس. فك يا رب كل قيود وحرر، وأعطي سلامك، أعطي يا رب يسوع نعمة، وأعطي شفاء وحرية. وأيضا يا رب يسوع افتح أذاننا وأذهاننا لنعرف الحق، والحق يحررنا، لنفهم مشيئتك ومقاصدك وإرادتك. علمنا يا روح الله، علمنا أيها الرب يسوع، فهمنا وأدرك وأنر عيوننا لنعرف الحق، والحق يحررنا. أشكرك يا رب لأجل حضورك، أشكرك لأجل ما أنت صنعته وصانعه في وسطنا. نصلي يا رب أن تقبل هذه الذبيحة في هذا المساء، ذبيحة سرور، رائحة سرور يا رب يسوع، تصعد أمام حضرتك، تشتمها فننال الرضا وتبتسم لشعبك. كلمنا يا رب، امسح الكلمة في هذا المساء بمسحة الروح القدس. كلم قلوبنا ونفوسنا يا رب يسوع، حتى نعرف الحق، وحتى يا رب يسوع، يا رب يسوع نعيش، لا ليس فقط نكون سامعين، لكن عاملين في الكلمة باسمك أيها الرب يسوع. لك نعطي كل إكرام وكل مجد في اسم يسوع نصلي، آمين.